حتى اليوم من نهار من نهارات في 2013 نظن كلمتني جوجل، كلمني مدير تاع جوجل قال لي ماذا بينا تجي تخدم عندنا. قلت له زين خاطيني انا جوجل انا انتم ديروا سوفت وير؟ لا لا قال لي نسحقوا نديروا واحد الشيء هكا معين تقول لي لي داتا سنتر تاعهم هذاك. رحت نهضر معاه عندي نكته خطا لازم لك لازم لك سي في يا اخي اسمه ريزومي اون انجلي. ايوه انا لي مره ما درتش ريزومي خلاص الناس نعرفهم روحهم. قلت له قال لي قلت له شوف انا نجي نهضر معاك بس ما عنديش حتى سي في باش قال لي نعطيك سي في تاعك. قال لي احنا جوجل على بالنا كلش. قال لي نقدر نعطيك سي في تاعك راك دعوت. قال لي لا داعي قلنا لك ارواح ارواح ما المهم ملي قررت نروح نخدم تما. ايوه خدمت لمده عامين نظن في جوجل ومن بعد لقيت باللي طريقه العمل تاعهم واش دير جوجل. جوجل انا ندير الهاردوير وذاك، وبالنسبه لجوجل هذاك سي سيكوندير. المهم تاعهم سي السوفتوير اللوجيسيال المهمين عندهم اكثر من الهاردوير. انا نحب نكون في شركه هذه النظرة تاعي باش ندير لازم الدومين اللي نديره يكون هو اون ذا توب تاع الشركة. فقررت نغادر. يعني جوجل هنا روعة من أحسن الشركات في العالم يعني. فقررت نرجع للشركة الأولى.